يا له من درس رائع. لنذهب ونتناول الغداء. ألا تعتقد أن تلك المعادلات ممتعة حقا؟ أحب الرياضيات كثيرا. أوه، أمسكت بك. لقد أنقذتني. أبعد يديك عنها. ليس بالأمر الجلل، سأفعل ذلك دائما. إنه وسيم جدا. ربما أراك في الجوار. آمل ذلك. مرحبا يا صاح. ها؟ أرجوك لا تؤذيني. أوه حسنا، لا يهم. كان ذلك وشيكا. بطلي. مهلا جيك وغريس. غريس، غريس، كيف فعلت ذلك؟ أعتقد أنني واقعة في الحب. ماذا عن زينة الحفلة؟ لقد علقت. بدأت الأجواء في اتخاذ مظهر احتفالي هنا. أوه، لن يكون احتفالاً من دون بالونات. أليس كذلك؟ ماذا تفعلين؟ أو أظافري لم تجف، ألا ترين؟ توقيت ممتاز حقاً؟ أنت، إنني أستخدم ذلك. آمل أن تكوني سعيدة. وقد فسد مظهر أظافري تماماً. أوه هذا سيء جداً. إنه جيد في الواقع. أوه حسناً تقريباً. أوه إنها مريعة. سأقصها جميعاً فحسب. سأبدأ. لن يؤذيك هذا. أجل، كدت أنتهي. أنهي الأمر فحسب. هذا مرهق بالتأكيد. إنها تبدو مذهلة. يا للروعة، لدي فكرة. أترين هذا البالون؟ استخدمي طلاء الأظافر لرسم عدة خطوط، ثم اغمسي فيها حافة الظفر. استمري في فعل الأمر نفسه مع بقية أظافرك. رائع! وحين ينتهي ذلك يحين وقت طبقة الطلاء النهائية. تأملوا هذه الخطوط المستوية. انتهيت، أترون؟ يا للروعة، على شيء يشبه قليلا من العمل الجماعي. إنها مذهلة. أو الضيوف، اذهبي للاختباء. أو يا للهول، أبدو في حالة فوضوية. اليوم عيد ميلاد أمي، سأرسم لها لوحة. ستكون لوحة جميلة، القليل من الأوراق الخضراء. لا يسير الأمر جيدا. لقد فسدت اللوحة. ربما يمكن لماندي أن تساعدني. ماندي؟ ماندي؟ لا 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 لا، أنا في المرحاض. لا 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 لا، ماندي افتحي الباب. با 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 با. لا 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 لا، أنا بحاجة إلى مساعدتك، لقد فسدت لوحتي. أشعر بالاسترخاء. أرجوك أرجوك. هذا أفضل. دعيني وشأني. مهلا، يمكنني فتح القفل بدبوس شعر هذا. رأيت هذا في الأفلام. ولن أنسى وضع المرطب. فعلتها، لا أصدق أنني نجحت. ماندي، ماندي، ماذا تفعلين هنا؟ كنت أحاول الرسم لكنني فشلت. يجب أن تساعديني. هل دخل عود الأذنين عميقا؟ هذا أفضل. خطرت لي فكرة. هيا، سنحتاج إلى مجموعة من العيدان القطنية. سنصنع منها مجموعة بهذا الشكل، ثم نثبتها برباط مطاطي. والآن يمكنك التلوين. كيف؟ اغمسي العيدان القطنية في طلاء الأخضر، ثم اضغطي بها على الورقة. ستصنع تأثيرا ملونا يشبه الأوراق. واو، دعني أجرب. هذا سهل جدا. واو، خطرت لي فكرة. أريد عودا قطنيا واحدا، سيكون هذا رائعا. سأصنع بعض النقاط باستخدام طلاء الأصفر. مذهل. لا تنسي هذه، هذه خلية نحل، أليس كذلك؟ سيفي هذا بالغرض. تحتاج كل خلية إلى نحل. كيف تبدو؟ رائعة. وأخيرا عادت أمي. قضيت وقتا رائعا. هذه الأزهار جميلة. أهلا أمي، عيد ميلاد سعيد. مهلا، هل هو عيد ميلاد أمي؟ لا تتوتري. رسمنا لك هذه اللوحة. مهلا، هل رسمناها؟ أوه ما أجملها، إنهما موهوبتان.
عجباً، انظروا إلى تصفيفات الشعر هذا، أحببتها. يمكنني الاستفادة من مظهر جديد، لكن ماذا؟ لنجرب شيئاً جديداً. أحتاج إلى المقص، ها أنا ذا. كوني شجاعة، إنه مجرد شعر. كلا، لم أكن لأفعل هذا لو كنت مكانك. ثقي بي، تعلمت هذا بطريقة صعبة. أعطيني المقص. كان ذلك وشيكاً. لن أحظى بتصفيفة شعر جديدة أبداً. أم ربما سأفعل؟ أظن أن لدي فكرة. سأستخدم رباط الشعر هذا لربط شعري، ثم سأسحبه للمقدمة، ثم سأضفر بقية شعري. سيبدو هذا رائعاً. كدت أنتهي. ها قد انتهيت من المؤخرة. والآن سأفصل شعري من الأعلى وسأضع الضفيرة وسأسحبها كلها. والآن الغرة. سأستخدم آلة كي الشعر لإصلاح مظهرها. القليل من الحرارة ستعدلها تماماً، ثم سأفصلهم. تبدو رائعة. ينبغي أن أكون في مجلة. ماذا فعلت بشعرك؟ لا أفهم. ما زال المقص معي. أنا مصففة شعر بارعة فحسب. يا إلهي يا إلهي، أنا فاشلة تماماً في السير بكعب عالاً. عليك تركيز وزنك على أصابع قدميك وليس على كعبيك. تمام، مهلا لحظة. اسمعي، أبقي ظهرك مستقيما وارفعي ذقنك. ها أنت ذا. والآن حاولي السير هكذا. حسنا حسنا، بدأت تفهمين الأمر. أو ربما لا، ربما هي حالة ميؤوس منها. لديها حقيبة ظهر مليئة بأكملها بالكتب والروايات. قد يكون هذا هو الحل في الواقع. حسناً، وازني هذه الكتب على رأسك. سيعلمك هذا وضعية الجسم الجيدة. هل ترين؟ سيري هكذا فحسب. أو حسناً، فهمت. هجل، أنت تنجحين. أنت... لحظة، ماذا حدث للحذاء ذي الكعب العالي؟ إنها حافية. هذا يخالف هدفنا تماماً. أنت... حسناً، أنا ذا، لقد ارتديته مجدداً. كلا، كتبي ونظارتي. أوتش. الجو حار اليوم في الخارج، وهذا يستغرق وقتاً طويلاً. كذلك تلقت كتبها صدمات كثيرة. هيا هيا، أنت، أعتقد أنني أفعلها. انظري. أجل، لقد فعلتها. كنت أعلم أنك تستطيعين فعلها لأنك مذهلة. أوه، انظروا إلى ما تفعل. مرحباً. أوه، بدأ ذلك وكأنه قد ألمها. يا للهول. كوني هادئة. ها هو. مرحبا مايلز. هل تتحدثين إلي؟ كيف حالك؟ حقا أنت خرقاء. سأرحل من هنا. كنت أحاول أن أكون ودودة. وجدتها. سأخلع نظارتي وسأجرب بعض الملابس الجديدة. أحب هذا الحذاء. سأضع بعض المكياج. والآن شعري. احتجت إلى تغيير مظهري. هذا أفضل. هذا المظهر يليق بي. مرحبا ميا. أخبرتك مسبقا. إنها أنا سارة. ماذا ترتدين؟ لنتسكع معا. حسنا. كيف تسيرين بهذا الحذاء؟ كلا. ما الذي يحدث؟ خلفك مباشرة. أكره هذا الحذاء. كانت مباراة رائعة. كانت صعبة. أنا مرهقة. كانوا فريقا بارعا، لكننا كنا أفضل بالتأكيد. هل رأيت هدفي؟ ماذا تفعلين؟ لا يمكنني إزالة هذا الرباط المطاطي من شعري. لقد مزقت شعري. سيؤلم هذا بشدة. توقفي، جربي زيت جوز الهند. سيساعدك. أعدك. أهلا، دعيني أجرب. سنضع بضع قطرات على الرباط المطاطي وسننزله للأسفل بلطف. انزلقت الربطات وخرجت من شعري، وشعري ناعم ورائحته رائعة. إنه كبلسم، لا تنسي هذا. حسنا، من الأفضل أن أذهب إلى المنزل. ودان ودان يا صوفي. هو
أوه، لابد أن ذلك قد ألمك. أتودين مني الاتصال بالإسعاف؟ أنا بخير، سأستلقي هنا لفترة. سيكون هذا مثالياً، سأري غريس ما أشعر به. هاي، الكثير من البالونات. أوه، هذا أنت، ما هذا؟ هل أنت من فعلت هذا كله؟ أجل، أنا أحب غريس. حظا طيبا في ذلك. لست بحاجة إلى الحظ. علي الآن الانتظار. أوه، نسيت هديتها، يجب أن أحضرها الآن. متحمسة لقراءة هذه الكتب. يا إلهي، انظروا إلى خزانتي. لا أصدق ما أراه، هذا أجمل شيء حدث لي على الإطلاق. واو، كم هذا رومانسي. مذهل. يجب أن أذهب إلى الفصل. أوه، مرحبا. شكرا جيك. على الرحب والساعة. لا، ماذا تفعل؟ يجب أن تعانقني أنا. لم أكن أعلم بمشاعرك هذه. هذا جميل جدا، شكرا لك. أنا؟ تعتقدين أني من فعلت هذا؟ مهلا، لا تجرؤ على ذلك. أجل، أنا من فعلت هذا. كم أنت لطيف. أراك لاحقا. هذا غريب. أراك لاحقا أيها الفاشل. هذا ليس لطيفا أبدا، سأريك. غريس، غريس، أنا من فعلت هذا وليس جيك. أها، أكيد، أنت تقف في طريقي. ابتعد يا غريس، سأذهب مع جيك. لكن أنا أحبك. هذا ظلم. أنا فخورة جدا بهذه الرسمة، ما أجملها. أحببتها فعلا. كيف الحال أيتها المجتهدات؟ أهلا ماندي. مرحبا، هل تلاحظن شيئا مختلفا؟ واو، هل هذا حقيقي؟ أردت الحصول على بعض الرسومات، وهنا المزيد. أصبح جسدي لوحة فنية، هذا رائع. اذهبن أنتن تفسدن سمعتي. ما بال هؤلاء الفتيات؟ ما هذا الصوت؟ ليتني كنت مشهورة. أوه، هذا محزن، يجب أن أساعد ستيسي. سيكفي هذا بالغرض. سأزيل غطاء قلم التحديد، ثم أستخدم السكين لإزالة سن القلم، وعند الانتهاء سأزيل جزءا آخرا صغيرا تماما بهذا الشكل. سنصنع قلبا جميلا. ممتاز، تظن ماندي نفسها جميلة. ربما يمكنني المساعدة. ماذا؟ ربما أنت بحاجة إلى القليل من الحبر. عما تتحدث؟ مهلا، عرفت. واو، سأضغط بالقلم على بشرتي، إنه كالوشم لكنه غير دائم. يبدو جميلا. واو، أحب هذه الأوشام، لكنني أضع أوشاما أيضا. أجل، نجحت. أعني هدوء. تعالوا بسرعة، انظروا لهذا. هذا سرنا الصغير. هش. يا إلهي، هل سيترك ماوكلي الأدغال حقا؟ مستحيل، إنه سيفعل ذلك. يا إلهي، لا أعلم كيف أشعر بشأن هذا. سعيدة وحزينة، أحتاج إلى مشروب ما. واو، يا له من كتاب رائع. فعلا ماذا أشعر بإحساس غريب في وجهي. أوه، لقد ظهرت بثورا على وجهي، يبدو كوجه البيتزا. من المستحيل أن أقبل بحدوث هذا. علي فعل شيء ما. حان الوقت لأبدأ بتقعي البثور. ماذا يحدث؟ أشعر باضطراب يتعلق بالاهتمام بالبشرة. ماذا تفعلين؟ توقفي. كلا، لا تفقعيها، فهذا سيزيد الأمر سوءا. حسنا، من الجيد أنك صديقتي، لأنني لدي ما تحتاجين إليه. ما هذا؟ وما الذي يفترض بي فعله بها؟ هل وضعت للتو ملصقا على وجهي؟ هجل بالتأكيد، إن بها علاجا للبثور، ستساعد على إزالة الرؤوس البيضاء. ثقي بي في هذا، لنضعها على كل الأماكن التي بها مشاكل. هل أنت جادة؟ هل تودين وضع ملصقات على بشرتي بأكملها؟ أجل، سنجعل بشرتك صافية. أشعر وكأنني كتاب أنشطة لطفل أو شيء ما. حسناً، هذا جيد، والآن يمكنني نزعها، صحيح؟ كلا كلا كلا، عليك وضعها لحوالي 4 ساعات. 4 ساعات حقاً؟
الطابعات مضربة عن العمل. أنت استيقظي، لم يتبقى سوى ثوان على المؤقت. حسناً لننزعها. ها هو أول واحد وبشرتك تبدو جيدة بالفعل. ستصدمين وتفاجئين من هذه النتائج. أجل كنت محقة تماماً. أعطيني المرآة لكي أرى. واو مستحيل، انظري كم تحسنت بشرتي. مرحة. مهلاً ماذا تفعلين؟ أوه لا عجب أن البثور تواصل الظهور على بشرتك هكذا. كاد وقت الذهاب يحين، من الأفضل أن أستعد. كيف يبدو شعري؟ ربما علي تجربة شيء مختلف. مهلاً تذكرت ما حدث آخر مرة، كان ذلك مؤلماً. لما أواصل فعل هذا؟ لقد علق الكابل. ماذا حدث؟ كلا هذا ليس جيداً، لن نستخدم هذا مجدداً. لابد من أن هناك طريقة لتجعيد شعري من دون إيذاء نفسي. ربما أستخدم هذه المشابك، الأمر يستحق التجربة. سأضع شعري فوق مجفف الملابس ثم سألفه على الحبال، ثم سأستخدم المشابك لتثبيته. ها أنا دا، آمل أن ينجح هذا. قد أبدو سخيفة لكن الأمر يستحق. حسناً لنرى التجعيدات الجميلة. هذا يعطي شعوراً غريباً. رائع شعري مذهل، حان وقت الذهاب. لما تصمم على إيذائي؟ يا له من مقطع. عذراً. تفضلي. يا إلهي أين كنت؟ أو يا إلهي هذا مضحك. هل تصدقين هذا الفتى؟ يا آمل أن لا يكون هناك تابور طويل. يا فتيات تتبعن قواعد اللباس جيدا. حسنا أراك في الداخل. توقفي، ماذا تحملين؟ حلوى؟ ألا ترين الإشارة يا فتاة؟ ماذا؟ اذهبي. سخيف. حسنا يظن نفسه قويا، ها؟ ألا يمكن الاستمتاع بقطعة من الحلوى؟ في الواقع لدي فكرة رائعة. هل ترون هذا الشوك؟ إنه بحجم مناسب تماما لإخفاء هذا الشيء. حامل مخفي لوضع الحلوى. فكرة ذكية، إنه كالسحر. أو أيها الحارس، أنت مجددا؟ هل هذه رائحة حلوى؟ لا أرى شيئا، حمدا لله. يمكنك الدخول. قبلاتي. لا بأس. أجل عاد مصاص الدماء. واو هل هذه إيميلي؟ أوه أنا قادمة وأحضرت معي الحلوى. انظري هذا مخبأي السري. ترى أترين؟ ياه وأحضرت قطعتين، رائع. أحب تناول الحلوى دائما. لذيذة. من الأفضل أن أحصل على كتبي. مايلز أنت حالم للغاية، سيكون أطفالنا أذكياء ووسيمين أيضا. سنكون معا يوما ما، سيكون الأمر كقصة خيالية. مرحبا مايلز، تسرني رؤيتك هنا. كيف حالك عزيزتي؟ تبين جيدة. أنا؟ توقف، أنت مضحك للغاية. أحب وجهك. ينبغي أن نتسكع معا. مهلا مهلا، تتفقد هذا. أيعجبك هذا؟ الغزل سهل للغاية. رائحة أنفاسك التونة. أنت مضحكة. تستحق سجارة حمراء، لما لا تأتي إلى هنا؟ لنعرف بعضنا بشكل أفضل، سنكون رائعين معا. ابتعدي أيتها العبقرية. ميا أتودين السير معي إلى الصف؟ لكن ينبغي أن تكون أنا. لنذهب. ظننت أن بيننا تناغم، هذا ليس عدلا. ماذا سأفعل؟ سأوهج نفسي بالطعام، أنا دائما مستعدة. وجبات خفيفة تحسبا للطوارئ. يبدو هذا لذيذا.
أتطلع إلى هذا. أوه، البرجر اللذيذ. ما الذي يحدث؟ ماذا؟ أوه، هذا رائع فحسب. سأتبلل تماما. على الأقل لدي خبز البرجر. انتهيت من وضع أحمر الشفاه، وهذا زي مدهش بالتأكيد، لكن احتفظت بالأصابع حتى النهاية. لماذا يصعب تطبيق محدد العيون السائل؟ لا يمكنني. إلسا! ماذا؟ أتواجهين مشكلة في وضع محدد العيون؟ لا تقولي المزيد، سأفعل ذلك في لمح البصر. لا تطرفي بعينيك كثيرا، هل اتفقنا؟ أوه، أشعر بحكة في أنفي. إلسا، أعتقدت أن علي العطس، إنذار كاذب. حسنا. يا للهول، أتساءل عما أثارني. هذا غريب، لم أعرف أن لديك زهورا هنا. إيك، يا للهول علي تناول دواء الحساسية حتى يتوقف العطس أخيرا. أشعر بتحسن بالفعل. الآن انظري إلي حسنا. يداي ليست ثابتتين هذه المرة. استديري. أوه، انتهيت، يبدو رائعا. علي الرد على ذلك. أنا خائفة. إزالة ذلك عن وجهي. أين مزيل المكياج؟ من الأفضل أن ينجح هذا. حسناً. أوه، أخيراً عدت إلى طبيعتي ثانية. لكن ما زال علي وضع مكياجي. دواء إلسا، من يعثر على شيء يحتفظ به؟ كل ما أحتاج إليه هو خط صغير من البلاستيك، نقطة غراء، وعود غير حاد. جميل، لأجرب ذلك. هيا، احرصوا على أن تجف. حان وقت التطبيق. ضعي اللون على ذلك، وقبل أن يجف اضغطي عليه بجانب عينيك هنا. ووهو، الجناح المثالي. واكملي باقية الخط بنفسك. مرحبا أيتها الجميلة، لم أبدو بهذه القوة من قبل. ووهو، أتطلع إلى الغداء. مرحبا يا رفيقة الغداء. أجل لن يحدث ذلك. ربما في المرة التالية. واصل الحلم، لدي سمعتي. سأجلس هنا إذا. مرحبا. أيها النادل، آسف للتأخر، كان هناك صف انتظار. شكرا مايلز، أنت شخص لطيف. أو ماذا تفعلين؟ يوهو، أيها النادل، ربما لا أفرقع أصابعي بشكل صحيح، سأجرب طريقة أخرى. مرحبا. أنت، توقفي، سأعود سريعا. ما مشكلتها؟ والآن نأكل معا. تفضلي. أوه، يبدو لذيذا. لطيف. ما الأمر الآن؟ إنها مقززة. إن طعام لذيذ حقا. لطيف وصحي، أشعر وكأنني أرنب. ماذا تأكلين الآن؟ أخشى النظر. لدي دجاج أيضا. نم نم نم. توقفي عن التحدث إلي، علي الذهاب. ولكنني لم أنتهي بعد. سأخذ مقعدك. رائحتها طيبة جدا، من الأفضل أن أنهي طعامي. إنها غريبة جدا. أوه، هابي،
جولي، انظر إلى وجهي. هو أعلم ما يمكن فعله. سأعود سريعا. حسناً، لقد عدت وأحضرت حل لمشكلتك. سنستخدم هذه المحقنة لنرى إن كان بإمكاننا شط هذه البثور لإزالتها من على وجهك. لن ينجح هذا، لكن لا يمكنني الخروج من المنزل بشكل هذا. لم أنتهي من حل هذه المشكلة بعد. أو كلا. خدعتك. كلا، أنا أمزح فحسب. سنجرب أعواد تناول الطعام هذه المرة. اللعنة، إنها لا تصلح لهذا أيضاً. مستحيل، لم أنتهي بعد. هذه المسطرة الموثوق فيها ستساعدنا على حل مشكلتنا. حسناً، لقد أخذت قياسها والآن حان وقت استخدام الملاقط. يا إلهي، أنت مصابة بحالة سيئة حقاً من انتشار البثور. أنا أكره حياتي، هذا أسوأ ما حدث لي قط. أجل، هذه معضلة. لقد سمعت أنك تعانين من مشكلات متعلقة بالبثور. حسناً، لدي حل مشكلتك. تفضلي، دعيني أريك. ستجعل رقع البثور هذه بشرتك صافية سريعاً، وبعد فترة يمكنك إزالتها وستحظين ببشرة صافية. مستحيل، وجهي لقد عاد إلى طبيعته. على الرحب والسعة. أجل. هاي غريس، انظري. هاي يا غريس. صحيح، حقا، توقفي. هاي، وأخيرا انظري ماذا لدي. اجلسي، انظري إلى هذا الوشم. ماذا؟ هل تريدين حبرا جديدا؟ حسنا، سأتولى الأمر. حسنا، ليبدأ الحفل. رائع، أعتقد أنني أريده هنا. جميل، والآن أعطيني يدك. هذه إبرة يا إيميلي. لكن بخلاف هذا، كيف يمكننا فعل ذلك؟ أعتقد أنني لن أحصل على هذا الوشم. لابد أن هناك طريقة أخرى. بالطبع، سأعود حالا. كنت أصل. كان علي أحضر بعض الماء. لقد وصل. مرحبا أيها السيد يونيكورن. حسناً، أريد شيئاً ألطف. حسناً، ما رأيك بهذه؟ أجل، شكراً يا صاح. وداعاً. هيا بنا، لحسن الحظ لياقتي جيدة. كنت أصل. مشيت مسافة طويلة. هيا نفعل هذا، لا حاجة للإبرة، يبدو هذا غير مؤلم. أو بالطبع. إذن أعتقد أني مستعدة. طريقة المرسام غير مؤلمة أبدا مقارنة بالوشم العادي. سأسكب الغراء على البشرة الظاهرة، ثم أستخدم فرشاة لتوزيع الغراء. وعندما يصبح بهذا الشكل، سأرش عليه المادة البراقة. واو، يجب أن نغطي الغراء بالكامل ثم أزيل المرسام. رائع، أليس كذلك؟ واو، إنه براق فعلا، لقد أعجبني كثيرا. أوافقك الرأي. دورك الآن. أجل، كلا. هيا، سأستخدم لونك المفضل. أوافق الآن. أليس هذا رائعا؟ لا حاجة للإبر. وداعا للألم يا عزيزتي. هي يهو، هل ستطلب شيئا؟ أعني كان ذلك رائعا. ماذا تريد؟ اذهبي من هنا. كان الجميع يصرخون باسمي. مهلا. ستيسي. عذرا. أنت موهوب جداً. إنه ليس مميزاً أبداً. مهلا اللحظة. لا عليك، لنعد إلى حديثنا. يمكنني الاستماع إليك طوال اليوم. يا إلهي، قبلتي الأولى. إنه يوم حظك. لا، هذا أسوأ يوم على الإطلاق. لا يمكنني رؤية هذا. ماذا؟ جيك؟ ها؟
ماذا يحدث؟ عزيزتي، الأمر ليس كما تظنين، تجاهليها. اتصلت بك كثيرا. كنت على وشك الاتصال بك. أشعر بالأسف من أجلها. لا بد أنك تمزح. يا إلهي، هذا غير معقول. تعالي يا ستيسي، نحن حبيبان. هذا محرج جدا. سأغادر حالا. غريس، انتظري، إنها فرصتي. انسي أمرها، تفضلي. هل أنت جاد؟ لا، لا أصدق أنه فعل بي هذا. رائع، هطل المطر. لا شيء أسوأ من هذا اليوم. لا أملك معطفا حتى. لكن لدي واحد. كريس، أنت تستحقين شخصا أفضل من جيك. هل أنت جاد؟ بالطبع. أنا لا أستطيع، يجب أن أذهب. لكن معطفك. كريس، عد أرجوك. أنا آسفة. يا له من يوم، لكني عدت إلى المنزل أخيرا. آمل أن غريس قد عادت إلى المنزل بخير. كان علي تقبيلها. كان عليه تقبيلي. هذا محير. آمل أن تخدر هذه الكولا ألمي. يمكنني شم رائحته. أرى وجه غريس في كل مكان. اشتقت إليه كثيرا. اشتقت إلى غريس. مهلا، ماذا أفعل؟ لقد كنت عمياء. كانت هناك الكثير من الإشارات. خزانتي. لم يكن جيك. كان جيك يستغلني. وكريس لطيف حقا. إنه يهتم بي حقا. لكن من أختار؟ من الأفضل؟ كريس أم جيك؟ لا أعرف ما علي فعله. أنا بحاجة إلى رأيكم. أخبروني به في التعليقات أدناه. أرجوكم يا أصدقاء، من الأمير الساحر؟ هذا صعب. يلا من حفلة رائعة. إنه لطيف جدا. مرحبا، يعجبني رقصك. يا إلهي، حقا ما الذي تتميز به عني؟ ربما علي أن أحرك شعري أكثر. يا لك من رقصة بارعة. لما لا ينجح هذا؟ هذا غير عادل. إنه ليس خطأي أن شعري ليس طويلا ومنسدلا. هل أنت بخير؟ من خطب؟ أتمنى لو لي شعر مثل شعرك. هذا الأمر كله في التصفيفة. دعيني أساعدك. سنبدأ بفك رباط الشعر وسنرفع الشعر قليلا. سنصنع ذيل حصان هنا، ثم سنرفع الجانبين وسنستخدم ربطة شعر أخرى لنجمعهما فوق ذيل الحصان الأساسي. والآن سنثبته في مكانه. هذا مظهر يليق بك جدا. ما رأيك؟ مستحيل، هذا شعري. شكرا لك، أنت رائعة. هيا لنرقص. لقد عدت. عجبا، هذه أفضل ليلة على الإطلاق. حركي ذلك الشعر يا فتاة. أيها الفتاتين، كونا حذرتين.